أهلا بكم. احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بالحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيسيا باتسبالا، بمشاركة عدد من المطارنة ولفيفا من الأباء الكهنة والأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وجموع من المؤمنين من مختلف محافظات المملكة. التقرير التالي يعرض لنا تاريخ المغطس وأهميته الدينية. الأردن هذا البلد الصغير جغرافيا لكنه الكبير بالنعم السماوية، فقد حباه الله منذ التكوين بأن يتعمد في نهره ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وللحال انفتحت السماوات وظهر الروح القدس على هيئة حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، فله اسمعوا. المغطس موقع معمودية السيد المسيح يقع على بعد 9 كيلومترات شمال البحر الميت على الضفة الشرقية من نهر الأردن. اكتشف عام 1996 بالإضافة لوجود آثار لكنائس بيزنطية وأديرة والعديد من البرك المائية المنتشرة في المكان. يا من تعمدت في ماء يحظى موقع المغطس بمكانة خاصة لدى المؤمنين في كل أنحاء العالم، فمنذ معاهدة وادي عربة التي وقعت عام 1994 وزيارة قداسة البابا بنديكتوس 16 للمملكة وإعلانه عام 2000 اعتبار المغطس كأحد أهم مواقع الحج المسيحي في الأردن، يأمه السياح من كل مكان في العالم للتبرك من مياهه المقدسة. كما أعلن عام 2015 عن موافقة لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو على إدراج الموقع على لائحة التراث العالمي. تقام فيه سنوياً القداديس الاحتفالية التي تحييها الكنائس الرسولية مع رعاياها احتفالاً بعيد الغطاس أو الظهور الإلهي، حيث يلتقي المؤمنون على الضفتين الشرقية والغربية مرنمين باعتمادك يا رب في نهر الأردن. ظهر السجود للثالوث. باعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهرت السجدة للثالوث. كما تقام فيه سنوياً احتفالات بإضاءة شجرة الميلاد والتي تأتي بتنظيم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغطس. عندما تزور موقع المغطس وتجول بين طرقاته الضيقة تلمس بركة سماوية وتشعر بخطوات مباركة، فقديسون كثر مروا من هذا المكان وبنيت فيه كنائس عدة عبر العقود التي مضت، بين كهوفه تعبد النساك للرب الخالق. فالمغطس أرض المعمودية ورسالة البشارة والخلاص للعالم أجمع.